المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم أسهل وأسرع تيراميسو يحضر فقط في 5 دقائق، لنبدأ على بركة الله. لدينا البسكوي لبودوار أو أصابع الست، ومستحضر كريم تيراميسو بالمسكربون، و250 ملل من الحليب البارد، وبودرة الكاكاو المر من أجل التزيين، وكوب من القهوة. أولا أقوم بتمرين البسكوي في القهوة. بعد تحضير طبقة البسكوي نمر إلى تحضير الكريمة. نقوم بسكب 250 ملل من الحليب السائل البارد في الوعاء، ثم نضيف له محتوى الكيس ونخلط بواسطة الخفاق الكهربائي لمدة 3 دقائق على السرعة القصوى. يجب أن يكون الحليب بارد جدا لكي تنجح معنا الكريمة. هذا هو قوام الكريمة. ثم أقوم بملء كؤوس التقديم بالكريمة. وندخل كؤوس تيراميسو إلى الثلاجة لمدة 2 ساعة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.